didn't even get to cross. يا ساتر. 175. موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدمون كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الحلقه الاخيره للاسف، ايه حلقه اخيره من الصعود للقمة. طبعا ليش راح انهي السلسلة؟ عندي عدة اسباب. اوكي، الشيء الاول الراندوم العشوائي جدا متعب. الشيء الثاني قاعد العب نفس الحساب يعني برا التصوير زي كذا وقاعد انقص رانك. الشيء الثالث اني اذا خلصت تصوير دايم نفسيتي تكون تعبانة، حرفيا نفسيتي تكون تعبانة، ما اقدر اصور مقطع ثاني، ما اقدر اسولف، خرب نفسيتي من سالفة الراندوم العشوائي الامانة. فقلت شيء تعبني الامانة نفسيا، قلت وقف السلسلة خلاص فليناها. الشيء الرابع انه مو قاعدين نتقدم واضح. اوكي، كنا في بداية دايمن 3 وصلنا للتشامبيون 2، لكن نشبنا في التشامبيون 2 لفترة طويلة، فقررت اني الغي السلسلة واوقفها. هذه اخر حلقة، خلاص تبقى روكت ليج زي ما هي، لكن هذه السلسلة اللي هو الصعود القمة تلغي تماما. ممكن يجي بدالها سلسلة، زائد انه في منوعات، زائد انه في من الصفر، في اشياء كثير. شيء ثاني، لا تنسون اللي يبغى يشتري اغراض من روكت ليج، عندك موقع روكت ليج اكستشينج، كود بي اس ال راح يخصم لكم 3%. فلايتم شوب، استخدموا كود بي اس ال، افضل شيء يعني عشان تدعموني، يعني واحد تابعونا يعني سواء انا ولا غيري، بس مجرد انك تحط كود بي اس ال وترسل لي على انستغرام وسناب شات، والله العظيم شيء يعني لي الكثير. شيء ثالث، انا طولت عليكم ادري، بس اللي يبغى يتقضى ملابس شوزات وانتم كرامه، اي شيء باذن الله بتلقاه نمشي. فكود نمشي في اس ال نفس كود لايتم شوب نفس كود الروكت ليج اكسين. وفي شيء رابع، معليش يعني طولت عليكم، ادام اخر حلقه سامحوني، بقدع كثير يعني هنا مو باعلان، يعني مجرد انك تستخدم كود راح يفيدني. كود ستايلي برضه للملابس والاشياء هذه، الكود خاص بستايلي، كود غير مو في اس ال، في 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 تريبل في، في ثلاث مرات. اوكي، ايش الحرف اللي وراي؟ ثلاث مرات في في في، بس هو الكود الوحيد المختلف اللي هو كود ستايلي. يعطيكم العافيه، استمتعوا في المقطع. بسم الله على بركه الله. يا ساتر، 175. يا ساتر. تقدر بلاي نويس. خوينا النكبة، عشان كذا ننهي السلسلة. والله خوينا جايب ام العيد. وش الحركه حرفيا ما تدري وش تسوي، والله العظيم قاعد اعطيك كور وكل شيء، بس الحمد لله ان اخر حلقه. الحمد لله. نشوت تخيرون خيرا يا رجل، والله تعبني. الله بطل خوينا، صدمه، سوى في كل شيء وجاني اسست كذا. نايس. كيو لو جابا. والله العظيم ضبطت تضبيط طبيعي. شوف صدمته خويه، صدمه بعد جيزي والله. هذا اللي كان يصدم بدايه الجيم. يو والله كادت. نايس السيف يا انا، كان ناوي يصدمني المريض. ايوه لمس بس. ما اتفقنا. جيجي والبليد نايس. الخم. والله قريت فاس، الله قريت فاس. وين جاب عيد مرة، لكن الحمد لله اني ماشي معي يعني. نايس شوت. جي جي والبليد، والله والبليد. خوينا معتمد عليه اعتماد كامل، شو وضعه؟ ايوه
يا ساتر حرق. اهلا بالعيد. تكفى نايس نايس دود. او ماي جاد. اوهو جود بوست. نايس نايس شوت. والله العظيم شكرا. يحسبوني بدبل بس ما دبلت والله. تكفى هذا خوينا ما ادري ايش وضعه قاعد يخش معي. اعطاه خويه واتسيف واتسيف واتسيف. يجي والبليد. نايس نايس جيم نايس. اوكي عشان ما يشوت بس. تكفى عشان يشوت. اوكي يو 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 يو. كنا العيد. اسات والله دايم. اول مرة احس اني سريع برا. سبحان الله حلت سلسلة يوم جيت بني هي كذا صارت الانقام. اوكي يجي والبليد. يا ساتر الله. يا الله قهر. اوكي ثانكس بي. طم الجيم يا شيخ العظيم. شو نهايته بس شو نهايته الجيم. يو يو يو. نايس شوت. تي جي والبليت. بلاست جيم خلاص. تكفى يا الله. لازم ارجع لازم ارجع لازم ارجع. ايش هو هم اخذ البوست. تي جي يا ساتر. نو بوست. الو وخر شوي. الله استقعاد خوينا ناشب لي والله لو ما تعطيني باس هاد. الله بيجلطني والله بيجلطني. اوكي شوفوا يشطف كل الكور يعني ما ادري وش اسوي والله ما ادري وش اسوي. نوي خير يا ساتر. اوكي اوكي نوي. وي يا الله والله العظيم. شوف سكور 500 يا شباب. خوينا توه ما دخل 100. نايس شوت. انسحبوا تكفون انسحبوا. يس 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 يس. والله انسحابات ورا بعض يا شباب. والله العظيم جلد. تيجي رجعنا لجنبي تو. يلا شوت يا خوي تكفى. اوكي حسيت انه بيجيب ليد ما ادري ليش. تكفى يا الله اجلطني. تكفى روح. دو فليب. لا تجلطني لا لا لا. ايران خذيت بوس. لا 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 لا. او ماي جاد. جيجي والبلد. جيم اخير جيم اخير. والله ما ينفع كذا. جيم اخير. كان جيم حلو بس انه ما في اهداف.
يلا صدمني هنا ما اقدر اسوي شيء رفيع ما اقدر اسوي شيء ما اقدر اطق الكوره ولا اقدر اسوي شيء رحت البوس يمين تكفى ماي شوت انا ما ادري شلون اخترقت الشخص بس اوكي هذا ما في هدف لا تجلطني يا خوي لا تجلطني بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم يا ليت ما تنسون زر اللايك واشترك في القناه اذا كنتم مشتركين واللي يبغى يشتري من روكت ليج اكسنج رابط في الوصف لا تنسون كود بي اس ال راح يخصم لكم 3% راح يفيدني جدا 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 بشكل ما تتصورون كود رايتم شوب بي اس ال بعد اذا تبون تستخدمونه فيه دومين سكاي بلو وحركات فيعطيكم العافيه اشوفكم على خير سلام